أكثر عن هذا الموضوع من بيروت ينضم إلينا دكتور فادي نصر، محاضر في الجامعة اليسوعية في بيروت وطبيب الدم والأورام. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور فادي. حتى الآن ما الذي نعرفه عن هذا الفيروس، وهل يقضي على كل أنواع السرطان حين البدء به؟ لازم نعرف انه الفلسفه تبع السرطان غيرت حاليا. الفلسفه تبع السرطان صار نحن كل يوم نعمل سرطان والمناعه تبعنا هي بتحمينا، يعني انا وانت كل يوم نعمل سرطان والمناعه تبعنا بتحمينا. من هون اجت الادويه المناعيه اللي بلشنا نستعملها تقريبا من 5 سنين لهلا، وحسنت السرطان بشكل عظيم، حتى السرطان المنتشر ب 20% تقريبا من الحالات عم نقدر نسيطر عليه ونعيش أكثر من 2 و3 و4 و5. هالفيروس الجديد هو ما هو إلا أول مناعة تبعنا. يعني شو عملوا بهالفيروس؟ البعد ما بعد مستعمل على البشر، بس عم نستعمله على التجارب بعده بالدراسات، صحيح. لكن هالفيروس أخذوا بروتينات من السرطان وعلموا الفيروس يعمل من هالبروتينات يقوي المناعة تبعنا، وهي المناعة تبعنا بتروح تاكل هالسرطان الموجود فينا. لكن شرح مهم طبعا يعني دكتور فادي لمن لم يعني فضفاض شوي ربما الموضوع، هو إذا لا يقضي على السرطان ولكن يزيد من مناعة الشخص، لأنه بعد الإصابة بالسرطان تبقى المشكلة الرئيسة في المصاب بأنه مناعته قليلة، صحيح؟ صحيح، مش بس مناعته قليلة، السرطان الخلية السرطانية بيعملوا شيلد، شيلد يعني حماية، يعني الخلية السرطانية تحمي حالها من الخلايا المناعية تبعنا، وبتخلي الخلايا المناعية ما بقى تقضي عليها، وهي الخلايا المناعية بتعمل شغلتها كل يوم، لأن أنا وأنت كل يوم نعمل سرطان وبنقضي عليه. الخلايا السرطانية تنجح على الخلايا المناعية وتتعمل السرطان وينتشر بدها تعمل حماية حواليها، وبس تعمل هالحماية حواليها الخلايا المناعية ما بقى بتشوفها. لكن اذا نحن لقينا علاج، وفي علاجات مناعيه بلشنا نستعملها، العلاجات المناعيه بتخلي الخلايا المناعيه تبعنا ترجع تتعرف على الخلايا السرطانيه وتكلها. هالفيروس هو اتجاه اكبر، لان بناخذ خلايا بروتينات من الخلايا السرطانيه، وهالبروتينات من الخلايا السرطانيه بنخلي الفيروس يشتغل فيها، وبس نحن نرجع نعطي هالفيروس للجسم، هالفيروس الخلايا المناعية بيعملوا جيش كامل من الخلايا المناعية اللي هي بتروح بتهجم على الخلايا السرطانية بتقتلها. يعني عم نتحدث عن كل أنواع السرطانات هنا. هلا أكثر أنواع السرطانات بيمشي هالموضوع، لأن أنت ما عم تقضي على السرطان بحد ذاته، أنت عم تعملي جيش، وهالجيش هو عم بيروح يقضي على السرطان. أساس هيك بيمشي بعدة أنواع سرطانية وبأكثر الأنواع السرطانية. عادة كم من الوقت يستغرق موضوع التجارب بهكذا فيروس للمباشرة فيه؟ هلا نحن بتعرفي عادة بس يبقى النتائج كتير منيحة بتروح بسرعة، يعني بس لازم نعرف انه الدواء من التجارب للبشر بياخد تقريبا عادة من 5 ل10 سنين، بس نحن خبرتنا الحدية بس لقينا ادوية فعالة بهالدرجة، هالادوية دغري بتنزل على الاسواق، بس نتأكد انه ما بيعملوا مشاكل للبشر، وعادة 2 ل3 سنين بتاخد وقت. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بيروت دكتور فادي ناصر، محاضر في الجامعة اليسوعية ببيروت وطبيب الدم والأورام.